القانون يؤطر، القانون يعمل على معالجة بعض الظواهر، ولكن هناك العديد من الأمور أو أسباب التطرف بحاجة إلى معالجة اجتماعية، بحاجة إلى معالجة ثقافية، بحاجة إلى معالجة تربوية. هون دور وزارة التربية والتعليم من خلال قانون وزارة التربية والتعليم أن يكون هناك شكل من أشكال التوعية، ومن خلال المناهج أن يكون في معرفة للآخر، عدم الانغلاق، الخطاب المبني على الفكر الجامع وليس الفكر المفرق ما بين أفراد المجتمع بشكل واحد. المسألة اللي لها علاقة بالمتطرفين إنهم استخدموا هاي الأداة لأنهم استخدموا التكنولوجيا بشكل سريع جداً قبل ما يكون في عنا رقابة حقيقية، وللأسف الرقابة الحقيقية هاي أوقات عمالها ما بتميز ما بين شخص هو يسعى إلى فعل متطرف وما بين شخص هو يعبر عن رأيه، وبالتالي منلاقي أوقات الاثنين عمالهم يساقوا إلى المحاكم، وبالآخر ممكن إنه يكون أحدهم يطلع براءة والآخر يدان، أو الاثنين يطلعوا براءة لعدم وجود أدلة حقيقية تثبت عليهم إنه في فعل جرم يرتكبوه. القانون الجرائم الإلكترونية، القانون أثر على حيوية ومشاركة الشباب في صناعة المحتوى الإعلامي على منصات التواصل الاجتماعي. هذا التراجع نجده تراجع سلبي، لأن عملية الكبت في عملية التعبير عن الذات تشكل ردة فعل سلبية على الشباب من كيفية التعبير عن آرائهم. القانون لوحده ما بيصمد، لازم يكون هو شمولي في وضعه، وبعدين يكون في هناك تثقيف للناس اللي راح تتأثر فيه واللي راح تنفذه حتى يكون له معنى وأثر في منع التطرف. ضروري جدا يكون عندي تثقيف في البيت، في المجتمع، في مؤسسات التعليم العالي، ومن خلال كمان مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام العادي، في سبيل إنه أنا أفهم الناس إيش معنى التطرف، شو ممكن هاي المؤسسات أو الجهات اللي عم تدعي الناس لهذا التطرف كيف تجذبهم، دور الأهل زي ما حكينا، دور اللي هو عم بتطلع على هذا الموقع شو لازم يسوي حتى يتحقق من المعلومة اللي بينادوا فيها هاي الجهات. حرية الرأي والتعبير مختلفة تماماً سواء بالمفهوم القانوني أو المفهوم الإنساني عن خطاب الكراهية. حرية الرأي والتعبير تضمن إلي مساحة واضحة للتعبير عن رأيي وفق شروط محددة، قبول الرأي الآخر وإدراك أن هناك رأي آخر، قبول أن مصادر المعرفة قد تكون مختلفة. المسألة الثالثة التحقق، قبول وجود الزوايا المختلفة بتوفر حرية الرأي والتعبير. خطاب الكراهية ينتقل من هذه المعايير الثلاثة إلى معايير الاتهام أو الازدراء للطرف الآخر، وبالتالي منفوت بالجهل المعرفي. عندنا أمية إلكترونية، وأهم من هيك عندنا أمية قانونية، والسبب إنه نحن الشخص اللي بتقرأ القانون بده يكون مدرب على يعني بده يكون دارس قانون في سبيل إنه هو يعرف شو تعني هاي المواد، شو إلها أثر. التثقيف القانوني مش بس باجي أحاضر عليك، لا، بده يدخل في مناهجنا المدرسية، وبده يكون في بوسائل الإعلام التقليدية والمجتمعية نفهم الناس أمور إلها علاقة بالأحوال الشخصية، أمور إلها علاقة قلنا بالجرائم الإلكترونية. لما الحكومة بتقرر إنها بدها تصدر قانون أو تعدل قانون، يجب أن يكون هناك دراسة لتبعاتها الاجتماعية والاقتصادية. المفاهيم الأساسية الموجودة في الدستور لتحقيق المواطنة يجب أن تصبح بين يدي الناس، اللي هو الفصل الثاني من الدستور اللي له علاقة بحقوق المواطنين وواجباتهم، ويجب أن تصبح بين يدي الناس بإدراك
بإعلاء قيمة الدستور اللي هو أبو القوانين. إذا بدي أحكي مبدئياً عن سيادة القانون، بمعنى حرية العبادة وحرية ممارستها. ماذا يعني أن الأردنيين أمام القانون سواء؟ كيف الأردنيين أمام القانون سواء وإن اختلفوا في العرق واللغة والدين؟ والمادة 2 من الدستور بتقول أنه دين الدولة الإسلام، لازم يكون في فهم، لأنه ليس هناك تناقض، أن يكون هناك إيضاح أنه وسائل النشر والمطبوعات ليس عليها رقابة مسبقة. يجب أن يكون هناك إيضاح إلى أن التعليم يتضمن أيضا مستوى التعليم. ماذا يعني أن الدولة تضمن توافر فرص العمل والكفاءة؟ لازم يكون في سؤال واضح فيما يتعلق بالمساواة والسؤال الجندري. إذا أوجدت هذا المفهوم سنداً لأحكام الدستور الأردني، تمام، أمام المواطنين، خلقت شكل من أشكال الدفاع عن هذا الدستور وعن سيادة القانون كونها بتحقق لمصالحي. إذا وصلت لهون بقدر أحكي في مجال التشريعات ماذا نحتاج نحن كمواطنين من تعديلات، كيف المرأة عندما تريد أن تتجه إلى حقها في التأمين الصحي بإمكانها أن تتجه إلى هذا المكان وتطالب بهذا الحق. كيف للشاب أن يتحدث عن تكافؤ الفرص في العمل بذات الطريقة؟ كيف يمكن لكلاهما أن يتحدث عن التعليم والحق بالتعليم سنداً لهذه القوانين كلها؟ فبنرجع نقول سيادة القانون ووجود نصوص رادعة على التمييز، هاي وجود مؤسسة من الدولة تحمي، وجود خطط تنموية حقيقية توصل للجميع وليس فقط لبعض المدن، وننسى كتير من المناطق اللي هي مهمشة، هذا من شأنه أنه يحد من التطرف. قانون العنف الأسري موجود، قانون مراكز الإيواء موجودة، بس أنا بعتقد أنه لازم يصير في تطوير. في عندنا منظومة قانونية كتير كبيرة، مش بحاجة إلى نصوص عقابية زايدة، إحنا بحاجة إلى نصوص تضمن عدم التمييز في مجتمعك، وبحاجة إلى تطبيق هذه النصوص بشكل غير مميز بحيث أنه يضمن أنه في عندك سيادة قانون حقيقية.